اوكي، يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ الساعة دلوقتي 1 وشوية كده، فجاية اقول لكم على قرارات الساعة 12. بصراحة الموضوع ده كان بيرن في بالي من فترة يعني، بس انا هقول لكم ازاي قررت او مش قررت، ازاي اكتشفت فعلا ان انا انفع للموضوع ده. بص هقول لكم، انا هبدا ابقى UGC creator، فهقول لكم الموضوع ده مشي معايا ازاي وازاي عرفت ان انا فعلا ممكن ابقى UGC creator وكده. ايه هو UGC creator؟ user generator content. الفكره دي عباره عن ايه؟ ان البراند بتبعت منتجات يعني للاشخاص اللي هم UGC دول، فهم بيصوروا الفيديوهات دي، بيعملوا لها السكريبت، بيعملوا لها الفيديو اديتنج، بيعملوا لها الفويس اوفر وكل الحاجات دي، بعدين بيبعتوها للشركه او لللوكال براند دي، وبعدين هي ايه بتنشرها. ليه الموضوع ده انتشر وهو لسه على فكره جديد في مصر؟ هو منتشر اكتر لان هو بيبني ثقه اكتر مع العميل، بدل ما انك تبقى انفلونسر وهم بيبقوا كده كده عارفين ان انت بتبقى دافع للانفلونسر، فالانفلونسر طالع يقول والله زي الفل المنتج ده رائع وكل الكلام ده. بس فهقول لكم بقى الموضوع ده بدا بجد ازاي. بص انا مع اليوتيوب بشتغل يعني فريلانسنج وكده، وعندي اللي هو السمول بزنس بتاع بلوم برفيومز، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس. مش ببقى عايزه اشتغل شغل فول تايم مع يوتيوب، عشان اي شغل فول تايم مع يوتيوب هيخليني ما كملش اصلا. فانا من اول السنه اي حاجه هتاثر على موضوع اليوتيوب وان انا ما اقدرش ان انا ابقى consistent عليه كده، انا برفضه وما برضاش ان انا ابقى فيه، لان انا كده كده عارفة في الاول في الاخر ان انا عايزة ابقى content creator على يوتيوب، فمش عايزة يعني الهدف ده يتشال مني او يتمحي او ما اقدرش ان انا اكمله. يعني هو ده اصلا الهدف، او يعني هو ده المين جول بتاعي. طيب لقيت فرصة عمل منشورة على انستغرام. بصراحة قعدت اقول يعني اقدم ولا ما اقدمش، اقدم ولا ما اقدمش، وكنت بقى في الوقت ده بشوف الفيديوز بتاعت UGC واللي هي تصوير البرودكتس والحاجات دي وكده، وكانت بجد بجد بتعجبني قوي، ببقى حاسة ان انا قادرة اعمل الموضوع ده وعارفة يعني فاهمين، قادرة اصور وقادرة اعمل والحاجات دي كلها وكده. بس كنت بقول ان انا مش عايزة اتورط يعني، وان انا احط دماغي حاجات، حتى في فيديو انا ذكرت فيه ان انا مش عايزه اتورط وكده في الموضوع ده، لان الحاجات دي بتبقى محتاجه وقت ومجهود، وانا اساسا يعني اوريدي عندي حاجات وكده، ولكن مش عارفه، مش عايزه اخلي الكلام ملخبط، بس يعني ايه هكمل لكم بقى. فعلى اخر لحظه قمت قدمت على الفرصه دي وكده، وقلت يعني اما نشوف. فايه بقى، قبلوني وبعتولي في الديسكريبشن يعني مطلوب ريلز خلال الشهر من 25 ل 30 ريل في الشهر. فانا اللي هو من 25 ل 30 انا كده بجد مش هعرف اشتغل في اليوتيوب، فخلاص قلت ان انا بجد يعني مش هكمل اصلا. هما كانوا طالبين كمان مني ان انا اعمل فيديو لمنتج فني يعني، فانا قلت خلاص هو كده كده اصلا الشرط ده يعني مش هيخليني اعرف ان انا اعمل يوتيوب، الموضوع هيبقى ازمه بالنسبه لي وكده، فلا مش هعمل كده. مع انهم كانوا طالبين عادي جدا، الايديتنج هيبقى على التليفون، بس فكرة ان انا اعمل فيديو وسكريبت ومش عارف ايه وكل يوم كل يوم كل يوم، لا. هما كانوا مدينا مهلة يومين، صورت كده شوية حاجات للدفتر بتاعي، وبعدين عملت له سكريبت والفيديو ايديتنج وكده، وبعدين ابعت ما بعتش، ابعت ما بعتش، ابعت ما بعتش، صراحة بعت لقيتهم قبلوني. ماشي. فاللي هو قالوا لي طيب صوري فيديو كمان، فصورت برضو فيديو تاني يعني من خلال الفيديوهين اللي انا صورتهم، لقيت واكتشفت ان انا فيا فعلا الموضوع ده، ان انا بجد اقدر اصور كويس، اقدر اعمل ستوري واعمل قصة المنتج، اقدر اقنع العميل ان هو يشتري المنتج ده او ان هو فعلا يشوف المميزات بتاعته. فدقت يعني حرفيا بقى دقت فعلا في دماغي ان انا اعمل الموضوع ده. خلاص بقيت حاسه ان انا عايزه اعمله وعارفه ان انا عايزه اعمله وكده. انا كنت عايزه اقول حاجه بس نسيت. بعد كده حصل شويه حاجات تانية يعني في الشيء اللي انا فيه يعني في الشغل ده، بس ما علينا. انا اكتشفت كده كده الحاجه دي يعني، كوني خرجت من منطقه الراحه بتاعتي وعملت الموضوع ده خلاني اقدر اعرف وافهم ان انا فعلا اقدر اعمل الحاجه دي، بدل ما كنت اقعد ندمانه مثلا ان انا ما قدمتش فيها او ما عملتش فيها، وانا شخص ما بيحبش الندم، فقعدت اقول
هتبدأي يو جي سي مش هتبدأي يو جي سي، هتبدأي ولا لا. فقلت خلاص يا نورهان ابدأي. انا حرفيا ما عنديش اي معلومات كتيرة عنه، غير اني يعني بالصدفة كده كنت بشوف ناس على انستجرام يعني بيقولوا شوية معلومات، حاجات كلها بسيطة يعني. لو انتوا بقيتم مهتمين وانا عرفت اجيب اول كلاينت ليا، حابه انزل لكم فيديو فعلا ازاي البروسيس دي بتمشي وازاي الحاجات دي. بس يعني دي حاجات مبدئيه للطريق المختلف ده تاني اللي انا همشي فيه دلوقتي. اهو مش مختلف قوي يعني، هو في نفس المجال. بس صحيح بالمناسبه فكره اليو جي سي كمان مش محتاجه ان انت يبقى عندك فولورز خالص، هو المهم بس ان انت بتعرف تصور كويس، تكتب سكريبت، بتعمل فويس اوفر، بتعمل اديتنج كويس، وبيبقى عندك بورتفوليو بس كده. صورت برضو البرفيومز اللي هي وصلتني دي، صورتها كده بطريقة أنيقة وعملت لها سيشن وحاجات دي علشان أبقى أنزلها. أنا في نقطة بحبها قوي، إن أنا مثلا يعني خلاص الموضوع ده رن في دماغي فخلاص هعمله، ظبط كنبها ما ظبطش كنبها أنا كده كده ما خسرتش حاجة. وفعلا المواضيع دي مش هتخسرني حاجة. ايه يعني لما اروح اعمل ايميل واعمل اكاونت وهعمل لي بورتفوليو، كل الحاجات دي هتاخد مع يعني هتاخد ايه 3 4 ساعات 5 ساعات وانا بشتغلها، خلاص قشطه مش مشكله. مش احسن ما اقعد بعد كده واقول يا ريتني كنت بدات، يا ريتني كنت عملت، مش كنت عملت كده. ده غير ان انا كل ما بشوف فيديو يو جي سي والله بجد ببقى اللي هو انا اقدر اعملها. خلاص يا نورهان ما تبداي، هو انت هتقعدي كل شويه؟ فعلا عملت الايميل النهارده الاثنين والثلاث والاربعاء، هيبقى الفيديو ده نزل لكم ان شاء الله. فخلال اليومين دول باذن الله اكون قدرت ان انا اعمل حاجات بتاعتي كده واظبطها وانزلها بقى على، انا عامله لوج اوت من انستغرام فهنزله على التيك توك، تمام؟ هعمل صفحه تيك توك وانزله عليها واشوف ايه اللي هيطلع مني. يعني انا بجرب الحاجات دي كلها علشان اشوف نورهان فعلا قادره تعمل ايه. انا بصوا اقول لكم على حاجة، انا متأكدة ان انا قادرة اعمل حاجات كتيرة، فانا بقى يعني بكتشف حاليا قدراتي والقدرات اللي ربنا حاططها فيا، وعايزة فعلا استغل الموضوع ده. يعني مش ربنا بيبقى حاطط فيا القدرات والحاجات دي وانا قاعدة محلك سر كده؟ يعني الحمد لله الواحد في العشرينات من العمر عنده تليفون كويس، عنده انترنت، يعني الحمد لله. يعني الواحد ان هو يقدر فعلا حاجات بسيطة يقدر ان هو يشتغل. فأنا من نوعية الناس اللي بتحب تسهل الحاجة على نفسها، يعني بحبش اقعد عقد. انا قلت لكم من شوية ان انا معرفش معلومات كتير اصلا عن اليو جي سي ده، ويعني مع التجربة هعرف. مش من نوعية الناس انا لازم ادرس السوق، انا لازم اعمل كذا، انا لا. من موقعي هذا احب اقول لكم انه لو انتوا فعلا عايزين حاجة وعايزين تبدأوا فيها او عايزين تتطوروا فيها او كده، ابدأوا واعملوا فيها، لان التطور هيجي واحدة واحدة. انتوا لو شفتوا، لو نزلتوا تحت فعلا عندي على يوتيوب، هتلاقوا ان اول فيديو تاني فيديو اللي هو بتاع البودكاست العربية ده، حرفين الفيديو ده انا اتعلمت فيه، كنت بتعلم فيه الايديتنج، وهو يعني كنت بتعلم فيه الاكسبورت. يعني هو اصلا في اخطاء كتيره، بجد اخطاء كتيره جدا جدا جدا. الفيديو كله ما كملش من 3 دقايق، مع ذلك بقى 35,000 فيو. فاللي هو يعني ابداوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها. انا قلت لكم ان انا بحط نفسي في حاجات كتيره جدا، وحاليا بورط نفسي في حاجات مختلفه علشان اعرف مواهبي، اعرف انا اقدر اعمل ايه ما اقدرش اعمل ايه، الحاجات اللي تفيدني الحاجات اللي مش هتفيدني. وبعدين هي مش ازمه كده كده، لو حبيت اقفل الصفحات دي هقفلها، هي ازمه يعني مش حاجه، يعني ممكن بين يوم وليله الحاجات دي ما تبقاش موجوده اصلا. بصوا بقى، لو انا افتكرت عموما اي حاجه ان شاء الله كده كده هاخدكم لسه معايا بكره، علشان هكمل اعمل اديتنج لكام حاجه وهصور كام حاجه. فيعني اي حاجه كده كده هفتكرها هقولها لكم بقى بكره الصبح ان شاء الله. دلوقتي هقوم يعني اعمل بقى النايت روتين بتاعي كله، واجهز ان انا انام علشان ابقى ايه متيقظه كده الصبح، واقوم اعمل حاجتي واخلصها. اوكي، يعني حاليا بقى بجد يا اصدقاء، تصبحوا على خير، اشوفكم الصبح ان شاء الله. صباح الخير يا هبه. طبعا عشان ما كتبتش التدو ليست بتاعت امبارح قبل ما انام، دماغي بقى فضلت طول الليل تقول لي ايه نورهان ما تنسيش كذا، نورهان عندك بكره كذا، هكتب بقى التدو ليست بتاعتي. انا متاكده ان في حاجات كمان بس انا نسيها.
هي هتطلع دلوقتي، بس يعني انا قلت مبدئيا كده اكتب الحاجات دي عشان بجد عايزه اعمل السكين كير بتاعي وانا دماغي فاضيه كده ساكته. بس الفيديوهات بتاعت امبارح لللابتوب ونقلت فيديوهات من اللابتوب، انا محتاجه طبعا مسميه الفولدر. قررت الساعه 12. عايزه اقول لكم على حاجه، انا عملت تيك توك وعملت ايميل خاص بموضوع اليو جي سي، وحاسه ان انا مرتبكه. مش ان انا بدات في الخطوات دي، لا، انا حاسه ان انا مرتبكه بخصوص ان انا عملت اكاونت جديد على تيك توك. وانا اصلا يعني انا عندي اكاونت على تيك توك باللي هو الايميل العادي بتاع الكونتنت كريتور، يعني اللي هو بتاع الكونتنت تبع يوتيوب وكده، بس حسيت ان انا مش عايزه ادخل الامور في بعض، فقلت ان انا اعمل اكاونت تيك توك. فحاسه ان يعني كل الافكار اللي جايه في بالي دلوقتي نرهان هلا هيبقى عندي كونسيستنسي. اللي مضايقني بس ان هي هتبقى سوشيال ميديا كتير قوي قوي بجد. اللي عايز الورد يستحمل شوكو او ما اعرفش يعني، بس ما علينا. المفروض ان انا هكمل بورتفوليو، المفروض ان انا كمان اصور فيديو لسكن كير. بصوا هم قالوا المفروض ان يبقى يعني على الاقل 5 فيديوهات كده، فانا قلت انا عندي 2 وفي واحد كمان هيجهز، ممكن اعمل منهم 2، واحد يبقى سكين كير وكده ايه زي الفل، البورتفوليو بتاعي جاهز، وانزلهم برضو على تيك توك. ولما ارجع افتح انستجرام تاني ابقى بقى انزل حاجات دي على انستجرام. يا الله يا ولي صبري. عايزه اقول لكم على حاجه، دلوقتي مخي عمال يقول انشر ايه الاول، انشر ايه الاول. انا شفت كده ان هما بيعملوا ايه في اول الفيديو، هذا مثال لمحتوى يو جي سي صورت لعميل، بس انا ما صورتش اي حاجه لعملاء، الحاجات دي كانت تبعي. فهل احط ده ولا ما احطش ده؟ مش عارفه ليه حاسه ان البرفكشنزم اكلاني حرفيا، ويعني عايزه يبقى الموضوع بتاعي بيرفكت كده من اولها. صباح الله خير. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا دلوقتي بجد مش عارفه. بعد البروباجندا الكبيره اللي انا عملتها علشان انا مش عارفه انشر ايه، نشرت اول فيديو في الفيديوهات اللي انا كنت عاملاها قبل كده ونزلته على تيك توك، وكتبت بس كابشن كده. طبعا هحط لكم لينك التيك توك تحت في الديسكريبشن بوكس. ولقيت ان الفيوز عليه يعني كويسه بصراحه، يعني كلسه يدوب بدأ وكده، فممكن انشر بكره برضو واحد، مش عارفه ايه كده يعني انشر الحاجات دي. لسه ما كملتش البورتفوليو بتاعي، حاسه ان انا برضو لسه عايزه اصور كمان كم حاجه ليها علاقه بالسكين كير وكده. بس في حاجه هنا انا مش عارفه اعملها، واللي هي نقطه التسعير، ازاي يبقى عندي تسعير للمنتج. يعني بس عايزه يبقى عندي الحاجات دي كده في دماغي عشان ما احسش ان انا متورطه لو حد دخل بعتلي. المهم انا قعدت ادور كتير قوي على الناس العرب اللي هم عمالين يتكلموا ازاي طبعا التسعير بتاعتنا بتبدا، مش لاقي حد، انا مش لاقي حد بيتكلم عن الموضوع ده. يعني مثلا شفت البورتفوليو بتوع الاجانب وكده، حاطين فعلا هم بياخدوا قد ايه والباكجات بتاعتهم ايه والفلوس دي والفلوس دي، موضحين بجد. لكن تيجي عند العرب يجي يقول لك التسعيره دي بتتحط على حسب الفيديو اللي انت بتعمله، جوده التصوير، جوده المونتاج. طب يا عزيزي يا عزيزي، احنا كمان لسه بادئين، فانت المفروض تقول ان انت كمبتدئ مثلا ما يقلش عن كذا. ما هو معلش برضو ما فيش كلاينت هيجي يكلم حد التصوير بتاعه سيء، السكريبت بتاعه سيء، والفويس اوفر بتاعه سيء. هما برضو بيبقى عندهم ستاندردز كده، هيختاروا مين وهيعملوا ايه وكده، فانتوا يعني المفروض تسهلوا على الاشخاص ان هما يعرفوا. حسن انا بعد الفيديو ده في انتظار الكلاينتس بتوعي اللي جايين يكلموني. لو كملت البورتفوليو بكره ان شاء الله هصور لكم، لو ما كملتوش فانا بقى هبقى اكمله مع نفسي. بس عموما يعني انا سعيده ومبسوطه ان انا حطيت رجلي في الموضوع ده وشاركتكم الخطوات دي. حابه اقول لكم وراجع عليكم بجد يا جماعه، لو انتوا عايزين تبداوا في حاجه ابداوا فيها، وما تقعدوش تفكروا كتير وهل هنجح هل هفشل هل مش عارفه ايه. انا واحده قدامكم اهو بدات في الشيء ده، وانا يعني ما اعرفش هل هيبقى عندي كلاينتس ولا لا، ولكن انا مؤمنه جدا بحته ان اقداركم تؤخذ من افواهكم، ولما تبقوا بجد يعني
مؤمنين بالشيء ده وعارفين ان انتوا ان شاء الله هتنجحوا كده، يعني ربنا هيسر لكم زي ما كنت بقول، من السعي ومن الله التوفيق. فان شاء الله انتوا كمان ربنا يوفقكم، ولما تحطوا نفسكم في اختبارات جديده وفي تجارب جديده وكده تكتشفوا نفسكم اكتر. وعموما اي حاجه من الحاجات دي مش بتخسر حرفيا، يعني بتتعلم 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 بتتعلم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي تحت في الكومنتس لو كنتوا فعلا هتبداوا حاجه زي دي. وطبعا ما تنسوش تتابعوني على الاكونت الجديد بتاعي بتاع تيك توك. بس والله يا حلوين هرجع اقرا الروايه بتاعتي تبع تحدي القراءه، واشوفكم ان شاء الله يوم الاحد. اشوفكم على كل خير، باي.